جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الشيخ: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق أمته بعد وفاته، نأمل منكم بيان ذلك مأجورين. نعم، أخبر صلى الله عليه وسلم من باب التحذير والنهي عن الافتراق، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلوا، والمطلوب الاجتماع على الحق على الدين والعقيدة، هذا هو المطلوب، تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحصل افتراق، وأوصى عند ذلك بالتمسك بسنته والعمل بما هو عليه هو أصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرق، افترقت النصارى على 72 فرق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرق، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فلا نجاة من الاختلاف والافتراق إلا بالتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.